نبدأ مع وكالة وفا مركز عبد الله الحوراني للتوثيق استشهاد 8 مواطنين وتصعيد الهجمة الاستيطانية الشهر الماضي. ويظهر في التقرير أن التجاوزات الإسرائيلية ازدادت بشكل سافر منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. أيضا في وفا الاحتلال يقصف أهدافا شمالي قطاع غزة دون إصابات، وتأتي هذه التطورات عقب ادعاء الاحتلال سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة خالية قرب السياج الحدودي الفاصل بمحاذاة مستوطنات غلاف غزة. وفي وكالة معا أصيب شاب الليلة برصاص مستوطن شمال غرب مدينة رام الله، وقالت مصادر محلية إن الشاب محمد كمال نصف 25 عام أصيب برصاص مستوطن في قدمه ما أدى إلى تهتك أصابع قدمه اليسرى. خبر آخر من وكالة معا، قمة فلسطينية روسية في 12 من الشهر الجاري. وكان الرئيس عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الخميس سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي بحضور نائب وزير الخارجية الروسي. وفي موقع واينت عن عضو الكنيسة من الليكود أورين حازن بعد قرار إبعاده عن الكنيسة لستة أشهر بسبب تصرفاته، أورين حازن يصف رئيس الكنيسة بأنه ستالين. وفي صحيفة اليمين الإسرائيلي إسرائيل هيوم، والدة هدار الأسير في غزة في رسالة لنتنياهو: من يسكت عن الظلم هو شريك في الظلم. وقد جاء في رسالتها: لماذا علي أنا وعائلتي أن نحارب الدولة لاستعادة ابننا، ودعت للضغط على حركة حماس. خبر من صحيفة هارتس: طالبو اللجوء الذين طردوا من إسرائيل لرواندا يعيشون في الشوارع في ظروف صعبة. تحدثوا لها أرتس عن حياة لا تطاق، لقد أخذت منهم الحكومة أوراقهم الثبوتية، لم يجدوا عملا ولا مأوى لأنهم لا يجدوا في حياتهم بدا من السفر بطريقة غير شرعية طلبا للجوء والأمن والعيش الكريم. خبر ثاني منها أرتس: ليبرمان يقرر إقامة منظومة صواريخ أرض أرض في إسرائيل على بعد 300 كيلومتر. موقع القناة العاشرة: روسيا تحذر الولايات المتحدة بأنها تصطاد الروس في أماكن مختلفة من العالم. وإلى الخبر الأخير يوم الأحد القريب في موقع العرب جاء: العليا تنظر في التماس منع وعرقلة عمل الصحافة خلال تغطية أحداث القدس والأقصى. كانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز 2017 بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الصحفيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الأحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف. إذا نستأنف مع البروفيسور مصطفى كبهة، يعني عفوا البروفيسور رياض غبرية، آسف، جارك في كفر قرع. العليا تنظر في التماس منع وعرقلة عمل الصحافة خلال تغطية أحداث القدس والأقصى. يعني عمليا إسرائيل تتعمد دائما في كل مواجهة أن تعيق عمل الصحفيين الفلسطينيين. هاي واحدة كمان من وسائل الاحتلال اللي بتحاول كمان مرة حرية الصحافة إنها توثق الحدث وتوثق الحقيقة في الصوت والمشهد والصورة. هذا أساس لحقوق الإنسان العالمية معترف فيها. فإحنا بنعرف حادثة محمد الدرة اللي دخلت كل بيت في العالم ووثقت بالضبط شو اللي صار. إن عهد التميمي اللي هي للأسف بعدها تحت الاعتقال لمجرد أنها طردت المحتل من ساحة بيتها. وعندنا كثير يبدو بروفيسور أنه العالم الغربي يعني يتعاطف ويثار من القصص الخاصة الشخصية التي فيها تفاصيل أكثر من كونه يتعرف عن خبر بهذا الشكل: مقتل 10، مقتل 15، مقتل 20. أنا أفكر أنه هذا السلاح للفلسطينيين أن يعرضوه للعالم أكثر من أنه يورجوا أنه في صواريخ تضرب على إسرائيل مهما كانت نيات جهة. لما بورجوا انه على المستوى انه الناس تطلع يعني من غير السلاح بدها تتظاهر، اذا كان في كل المحلات تتظاهر تعبر اللي هو حريه اساسيه لها، وبيمنعوا الصحافه تيجي
توثق هاي الأشياء مشان هناك يكون انتهاكات، قتل، إهانة للجمهور اللي طالع يستعمل الحق الأساسي له في التظاهر والتعبير عن رأيه. أنا بتصور هنا هاي أهم بكثير بكثير إن احنا نورجي العالم. وأنا بتصور محكمة العدل العليا يعني من تجربتي، كنت فترة كبيرة في إدارة جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل، وكنا نروح على غزة، كنا نروح كمان على الضفة، بس في وقتها ما كان عندنا التلفونات اللي نصور فيها على المحل. أنا متأكد إنه محكمة العدل العليا راح تنضبط في القوانين العالمية وراح تطلع قرار إنه كل هاي الخطوات اللي بفكروا يتخذوها إنه يحددوا من مساحة ومن مجالات الصحافة في البلاد وفي المناطق المحتلة راح ترفضها محكمة العدل. وبالعكس، لأنه في كمان جهات إسرائيلية من اليسار الإسرائيلي، إذا كان اللي رافضين السكوت، إذا كان بتسالم، إذا كان راح يتابعوا هاي القضية. وأنا متأكد إنه راح تفشل هاي الخطة، والصحافة راح تأخذ دورها في كل محل في كل لحظة وتوثق هاي الأحداث، وهيك إحنا بنمنع كثير مآسي وكثير معاناة لشعبنا الفلسطيني. البروفيسور رياض غبري، باحث بعلوم الأدوية وعميد كلية الصيدلة في بئر السبع سابقا، يعني أنا تأكدت اليوم بأنه أحيانا أن نسمع الرأي في الإعلام من أشخاص مثقفين وأكاديميين من خارج الإعلام، هذا جميل. شكرا لك. شكرا لك على المشاركة ويعطيك العافية. إلى هنا المشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من مترو الصحافة. نراكم يوم الأحد على خير بعناوين جديدة: ماذا اهتم العالم، وماذا اهتم الشرق الأوسط، وماذا اهتم الفلسطينيون والإسرائيليون. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.